لا انت بتسألني طبعا اللي حصل امبارح والشدة بيني وبين الجماهير. لا طبعا ما كانش بيني وبين الجماهير، ده دولت أربعة خمسة معروفين إن هم كده كده بيكرهوا طنطا، كده كده ما بيحبوش طنطا، كده كده على فكرة كان فيهم اتنين عندي على الفيس وعملت لهم بلوك، لأن هم أصلا لهم ميول تانية، عشان بس أعرف جماهير طنطا المحترمة. الناس دي كانت أو إن هم عايزين يعملوا زي ما بيعملوا مع المدربين اللي قبل كده، ان عايزين يعرفوا اسرار الفرقه، مين اللعيبه اللي هتلعب، مين اللعيبه اللي فطبعا احنا قافلين على الكلام ده كله. كانوا بيجيبوا لعيبه للمدربين وبيتكلموا مع المدربين على لعيبه في انديه تانية، يعني انت عارف كلها كانت مصالح مشتركه. فطبعا ما لقوش الكلام ده معايا يعني. فطبعا اثناء المباراه عمالين هم الاربعه دول ولا الخمسه بيتلفظوا بالفاظ مش كويسه وعمالين يتكلموا ويقول لك فرقه مش عارف من سوق جبان هي دي فرقه كوره. طب ايه اللي جاب؟ طالما ان انتوا مش جايين عشان تشجعوا، جايين عشان تشمتوا، ايه اللي جاب؟ بيتحرق دمك يا عم في البيت، طالما بيتحرق دمك ما تجيش. فطبعا قعدوا بقى يتكلموا كلام كل ده ولا في دماغي ولا حاطط دماغي ليهم، لغايه ما دخل الجون الثاني. فواحد بقى تلفظ بلفظ مش كويس، طبعا ما ينفعش بقى، فلفت له بقى وشتمته زي ما شتمني.